السلام عليكم ولا بكم إلى هذا العدد الإخباري نقدمه لحضراتكم مباشرة من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. وفرحة عارمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة ابتهاجا بسأه لأسود الأطلس لثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار. ومن الدخلة تابعنا جمهورية غامبيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب غامبيا. ورصدنا في النشرة من جماعة حوزة بإقليم سمارة لمائدة مستديرة حول البحث الأثري في الساقية الحمراء. بيت هذه النشرة، تحية لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.